السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخة؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخة، انا عندي مشكلة مش عارفة. نعم. اعمل ايه؟ نعم. انا عندي مشكلة ومش عارفة المفروض اعمل ايه او حكم الجنس. اتفضلي. انا حاليا في بلد عربية مع زوجي. بقالي حوالي 3 سنين واكتر. انا يمكن والدي كلمني فيهم او ابي كلمني فيهم يمكن مره واحده، ولما بحاول الاتصال او هو ما معهوش جوال، فبحاول اتصل من عند اخواتي، يعني لان انا الكبيره كلها لسه موجودين في البيت معاه. كان بيرفض ان هو يكلمني ومش عارفه ليه السبب. يعني ما سبب المشكله بينك وبين والدك؟ مش عارفين، انا ما كنتش عارفه سبب لحد مؤخرا من حوالي 7 اشهر. انا كنت اضطريت في فتره الكورونا، انا لسه يعني ما بشتغلش. يا اختي الكريمه، اختي الكريمه، يا اختي عزيزي، معلش عزيزي، الناس مش هيسمعوا الحكايه الطويله. ان هو يا شيخ يعني كان ينظر ان انا ابعت له جزء من مالي الفتره اللي انا اشتغلت فيها، جزء فتره يعني بتسوى شهرين. يعني ابوك حزين انك لم تقفي بجواره. وقفت والله يا شيخ. وزوجي نفس الكلام، وقف اصلا. خلاص بارك الله فيك، اصلحي ما افسدتي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا ابي، والله اريد ان انا يا اختي كلام كثير ضيع وقت الناس. دلوقتي انت عرفت ابوك زعلان منك لانك لم ترسل له فلوس وقت الكورونا. ارسل له فلوس لانه طيب خاطره، بس عشان في اوقات المسلمين معلش. هو يرفض ان يرد على اتصال. خلاص وصيتي واحد صالح يصلح بينكما، وصيتي شخصا صالحا يصلح بينكما. شكرا.